على الشاب التونسي ولا ماش حاب يعرس، ولا العرس اخر حاجه يخمم فيها. نحكيو على اخر احصائيات، نحكيو على رقم مفزع، 1,000,000 امراه عانس وين ماشي. بيرسونيلمون ما نقولش امراه عانس ولا طفل عانس ولا حاجه، نشوفها كحاجه تابعة للانديبوندونس. معناتها تو كي امراه هي تخدم على روحها وعندها داء وكرهبتها وكل شيء، دونك علاش معناتها باش عندها باش تزيد، شنو باش يزيد الراجل؟ المراه تنجم تعيش من غير راجل؟ تنجم، كيما الراجل ينجم يعيش بلاش مراه. بيرسونيلمون تنجم في برشا حاجات زاده. خاطر احنا في تونس يقول لك العرس فلوس والعرس هو العرس الاكثريه معناتها باش يقولوها ريسبونسابيليتي اكثر منها. خلينا نحكي على تكاليف العرس. ضحكوا لعب ابسط حاجه، معناتها كي باش نعملوا سهريه عاديه وذبيحه وصياغه وتشي بيت نوم وساله، اقل حاجه نحكي على 40,000,000. اي بوركو با، علاش لا؟ واحده كيف كنت تتشرط اكيد تحب صياغه بيضاء صفراء خضراء كحله. لي كي كمانيش لي مش باش نتشرط اني بيان سور، اما معناتها كو العبد كي باش يعمل معناتها حاجه للبارتنر نتاعو ولا باش يزيدو بحاجه بوركو با، معناها اما بيان سور كو ماكش باش تتشرط وماكش باش تطلب حاجه اكثر من طاقته، فهمت؟ ولا لازم في اللازم بالنسبه لك انت شنو؟ لازم في اللازم بيان سور لازم السعادي سيغا لازم ولا سهليه نحكي معاك سيغا لازم. العرس لازم بيان سور كو معناتها كتبت الزيق وباس فما سهريه وكل شيء. سهريه وكذبيحه وكل شيء اوبليجي. ولا هذيك اوبليجي من هذيك. رحمه الله. ولا الباقي جو سي با ما نعرفش. خليك انت باقي هذه سي انت قلت العرس لازم الصياغه لازم كل شيء لازم. نو مش الكل لازم معناتها فما برشا حاجات بالحق في التقاليد نتاعنا زايدين على الاخر. كيما. كيما كالسهريه هذيك كزايدين كالحنه والفزت هذوك ما ادري شنو يقولوا لهم فوالا دونك ليلى بركة بيان سور كو تزازي وكاها معناتها ليلى والباقي كل تخليه لروحك وكاها معناتها تخليهم ليكم انتم تمشي تعمل بهم فياج تمشي تعمل بهم حاجه تزيد بهم تشري بهم دار ما تقعدش في الكريم بعد معناتها تصير تعمل 40,000,000 عرس وتقعد كاكا في الكريم. انت معاه تعرس مع انسان في الكريم؟ غنيني تو بيرسونيلمون ام ما نحبش الكري دار كري لي نبدا وي دار اقل حاجه 100,000,000 سي با عندك بتبيع تحب فيها بيسين انت وتحب فيها معناتها جنينه بيسين علاش سامحني بيسين جو سي با شنو احنا في تونس عادي نعيشوا مفي الدار وتحت معناتها كلي تحت راسنا وكهو معناها سقف يلمنا الكل من غير ما تمرميد هذاك في الكري وكل شيء وكهو وبيرسونيلمون مانيش باش نرضى حاجه اقل من دارنا معناها مانيش باش نمشي نعرس بواحد من معناتها نيفو معناتها كلي اقل من دارنا. هربت شطر الرجال اللي كان عينهم فيك. فاكراف ما يسالش ما يسالش ما يمنيش الماء. والله ظالمينك انت ما تتشرطش جمله، جوست تحب دار ملك، جوست تحب عرس محلاه، جوست تحب الصيغه محلاها، جوست تحب كهرباء محلاها كهو. ظالميني. خليه. بيا اما معناتها شنو قلت لك؟ يعني قلت لك سهريه، صيغه واحده ودار كهو. تحكي عليهم انت حط لهم 200,000,000 اقل حاجه، تو معناتها باللوجيك شاب تونسي عنده 200,000,000 يمشي عرس بهم. ريتها اللوجيك هذه اللي تحكي فيها اللوجيك هذه تحكي بها هذه اللي تخمم بها نسى الكل عاد بيرسونيلمون تمشي تعمل لهم حاجتها دوما تخدم على روحها وحدها تعمل لهم كل خير من اللي والراجل اني بيرسونيلمون ما استنيش راجل باش يعمل لهم هذوما الكل فهمت ما نعرف كيما نبدا فينونسمون اكيليبري وما نعمل على حتى حد ولا انديبوندونت كها معناتها يغسل ساقي ويجي الراجل يجيب معاه حتى شيء يرقى دارك موجودة كل شيء موجود. ليه كيك عادي اني بيان سور معناتها بداري وبكرهبتي باش ناخذ اللي يجي. مواصفات راجل احلامك كيفاش تحب؟ شنو؟ مواصفات الاحلام تحكي فيزيكمون. شنو هذه اللي ما نحكيش فيها في زيد يعني؟ حاجه بخدمته. اي بيان سور بخدمته معناها. رهبته. بي تو انت شتا. بدار. شركات. ليه شركات ولا عليه معناتها يا اخي ولد الناس باش ماك تعرف انت عاده التونسي شنو عنده معناها مش باش نشرطوا على العباد اكثر من قدرتهم معناها. انت قلت ما نخش اللي يجي. اي اما مانيش باش ناخذ واحد اقل مني في نيفو مش باش ناخذ اللي يجي بيان سور.